معكم جايلكم بحلقة جديدة أنا وهذا الكلب معصب، ولايك وسبسكرايب لا تنسون، وهيك شي تعليق وأفكار وأشياء. بس هذا الكلب ما تحي يوقف عصبية، مش معقول ولي هو اكتفت منه خاينة بشوي. لا ولحقني على كرفت يا عمي، خليني نام. والله بقتلك، انتبه. والله بقتلك، بس ما في انا قتلك. مش ما لازم احبسه بمحل ونحبسه. فكرة، تعال معي، تعال معي يا حبيبي، تعال تعال. اذا كنت معصب تعال. طيب 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 تعال 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 تعال. شو هذا الكلب ما راح يتركني. والله لخليك توقع بالحفرة. تعال فوت، وقع بالحفرة، ما راح اتركك هيك. شو بلا فهم، ما راح يخليني انام بحياتي. هو اخيرا النوم الهدوء. بن انا بين ما يخلص عصب هروح امدي كم شي. بس شو ما اقولوا لي هذا الكلب بيخلص عصبيته ما فيش. شو ما اذا لقيت كلب تاني يعني قولوا خلص مني، ما تفيدني، ما ضروري. اوكي منيح، انا معي تلاتة ومعي هدولي. لازمني بس ووتر. يا طاي وتر. بس لازمني لسه تنام، لازمني تنام امام كبكتن. اصنعني مزرعة كبيرة شوي. اوكي وبعدين ها اوكي منيح. انا بدي اصنع مزرعة مش لهول القرويين، لهول القرويين مالي. بس نوع القرويين يعني بتنصنع بماينكرافت. ما ياريت لو بقدر. انا مرة سمعت عن مزرعة بقدر تعملها تحت الارض، وهيدي فكرة. يعني بتحط مزرعة تحت الارض، بتحط فوقها مي، وكل ما ينمو كل الزرع فتح المي وبيروح الزرع، هو وبيروح الزرع وبتاخده بترجع بتسكر المي بتزرع، بتسكر المي بتزرع هيك. انتو بس انا ما نفسي جرب، ما نفسي نفذ هالفكرة، انا ما عندي نفسية ان انفذها. منو متل مزرعة اللي بيعملها قوية ماينكرافت اللي بتعمله. اوكي يلا شوية صغيرة منيحة شوي، يعني مثل ما انا كنت بخطط. بس يلا زين، هيدا صرت انفينيتي ووتر. يا جماعة بقدر انا، بقدر انا اروح لانفينيتي ووتر. صدقوني انا مزح معكم، بقدر اشيل انفينيتي ووتر. بس بحر لا، مستحيل اشيل البحر. البحر صار فيري فيري انفينيتي ووتر. الانفينيتي ووتر لما بيكون، ترى شفتوا هول الاثنين، شفتوا قصديهم، شوفوا بكت وبكت طلعوا. ولو كانت أربعة، ولو كان عندي كتير باكيتات ماي بقدر خلصه. بس إذا ما كانت أربعة ما فيا خلصه. لا كلب ده خلص عصبيته، ما راح أطلعه. طيب وقف عصب، ما راح أطلعه. أو 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 خلاص اتركوا اتركوا اتركوا. الصيد يا محمود،
روكسيت روكسيت خنزير خنزير. سأل الكلب بياكل لحم خنزير؟ ياه لحم دان حلو. دلوقتي في كان بيتك متخيل بكو او فاير ولوتين بنفس الوقت. انا جماعة كسير تلج هيك نفسي اعمل حرب التلوج. وات يعني لو حطيت هون التلج واو. طاش مايخ دورتك ضربة واحدة وبتموت يا اخي. اه لا بشكل ضربة. اه فاذا الدرج بتدمج اذا هيك هيك الدرج بيدمج فاذا معنويا. يلا تعال تعال يا خروف. اوكي اوكي فكر اعمل لي كنباية. كيف تعمل الكنباية؟ هيدي نصيحة مني. جيب هذا ولا تفعل هذا بل افعل خيرا وتصبح لديك خيرا. نص ممكن واحدة بس وبعد هيك على كنباية. اي بدري اقعد هيك ما بيريح. اوكي هلا معي هيدا. انا ناقصني بس ثانية خليني اصيد اليوم. اوصل لسبات. ايوه انا ضيعت وقتي. شو ما انا بضيع وقتي كتير. اوكي يا سلام سلام انا عدت شكل اليوم. منيح الو مية تيك توك. يا حبيبي صار ساعة مصيد ولا انشد الصيد. نصيده يلا ابعد بتفيد اصلا. يلا صيدي حوقف الفيديو وحرجع لكم. يا جماعة ريحت عصبية الكلب. يا سلام بس لازم لي زيادة سمك اذا هيك حوقف الفيديو مرة تانية. يا جماعة طلع لي لوكي اون بريكنج كولور. واتا بدي صالحة بسرعة. صليح صليح مع ان اون بريكنج يا جماعة فهي كتير مفيدة. بوم 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 شماعة انا مصيدة متطورة ولوكي اون بريكنج. شماعة خلينا نخلينا ننام سريع سريع. مصيدة متطورة جدا. خلينا نشوف شو اللي حتعطينا. يمكن اللور هيدي اللور بعرف شو اسمه. هي لور او شي لوري لوري
له شوي وبريكنج جدا جدا. قولك يا قوي بقول لك كم خلينا ننطر ننطر. اوكي يلا اوكي يلا يلا اجت 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 اوكي يلا سمكمني سمكة. اصلا احنا الكلب يعني منيح ما منيح قصدي ما منيح قصدي يعني منيح قصدي انه ما منيح. اوكي من انه سكت الكلب وخلاص. يا كلب انت بتسامحني اتمنى ما اضربه. وحدة وضربة وضربة ما شكله السبتو السبتو هنا يعني. يو واو الام بريكين بريكين قوي لدرجة انه جدا جدا قوي. اوكي ام بريكين قوي كتير طلعوا السمنة اسمنا ولا شيء. انه الام بريكين جدا جدا قوي لدرجة انه مستحيل انه استعملان لازم لك كرمال تخلص. انا كملت تخلص شوي لازم نستعمل استعمالات طلع طلع. اه هلا بلشت تخلص. اوكي يلا شوف شوفوا السرعة شوفوا سرعة السمكة شكل الطعم اليوم شكل اليوم السرعة ما عطوا. اوكي عطتني كم شي عطتني هيدا خليه هون عطتني هيدي عطتني من هول انتو شفتوا يمكن انا ذاكر وهذا يعني اوقات يمكن هذا بينزرع مثل زراعة بيعمل يمكن يمكن بينزرع اذا حطيت واحد ببلش ينمو كتير احتمال. خلني اخليه هلا هون وهيدا السمكة مسممة بس ما مجرد تسميم. السمكة مفيدة بتعمل لك جرعة مي انه جرعة. واليوم اليوم رايح هنعمل تي ان تي وهذا الكلب ما راح نعرف شو نعمل سولو لهذا الكلب. هذا الكلب يعني ما بيتربى. اوكي هيدي نهاية الحلقة اذا هيك هيدي نهاية الحلقة وسلام.